في مدينة آتية حاضرة ولاية البطحة تتدفق مياه الشرب بمستوى وضغط مقبولين. التوزيع العام في بيوت المستهلكين سلس ومن دون صعوبات تذكر. 4000 هو العدد الإجمالي للمشتركين في مختلف أحياء المدينة. وعند زيارتنا لبعض الأحياء تبين أنه لا مشكلة تذكر بشأن مياه الشرب في آتية، بعد أن تفاجأ الجميع بمنشورات تم تداولها من بعض رواد شبكة التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى نقص في المياه بآتية. قدم مسؤولو الشركة المشغلة للصهريجين تفسيرات. فوفقا لمحمد أبكر منديلي مدير الشركة، منذ عام 2012 عندما تم تسليم إدارة المياه إلى فريقه لم يكن هناك انقطاع في المياه، يعمل الصهريجان بشكل طبيعي، ولكن تبين أن هناك إساءة في استخدام المياه منذ بدء سريان المجانية التي أعلنها رئيس الجمهورية. الناس قاعدين بعيد من آتيا ماء الشارب، الماء بحاجة في الشارب والعليم بقى يرجي، الماء يبني بقى يكون العليم بقى يرجي بقى عشان بقى أنا مساكن. لنا عندنا الرادي بومب ده بيننا قاعد في الجارانتي هنا روسي الخدمة تاني خدمة تاني شاته كان بعيد يجي انت ما نقدر نفسه لأنه بنفسنا شرائنا قلت آخر عشان الصرف لا يتعمل بيه كثير. مشينا سألنا الميري والميري عن تاني إذن مشينا مرمينا البورت له وحكمنا قلت آخر مش هذا مينا الجورناليست البيدين هنا والميري اللي هو نفسه قلنا نادرين فقعد معنا هنا ده يقدر لاش هتلاقينا كي قلبي في عادة ما انقطع. تفسيرات دعمها عمدة مدينة آتيا أبكر موسى كيدلا. الألم ده قاعد موجود قاعد نصبع بشبه فوق في بيه كان إذا نادم بس بقول ما في علمي في آتيا، وكان إذا نادم بس بقول كان هو قاعد في آتيا ولا كان برا من آتيا ولا بقول ما في علمي في آتيا، ده هل بيجي يصير فيريفيكاسيون؟ وأنا قاعد خلي بي فيريفي، لكن أنا بس في ما مؤكد بكونه الشافيات الطبية كل شغالين والأنمي قاعد بجيب. بعض المستهلكين الذين استطلعنا آراءهم قالوا إنهم راضون عن خدمة المياه العامة في بلديتهم على الرغم من الانقطاعات حسب المكان والزمان.